إليكم يقول: هل تنصح بالذهاب إلى الرقاة الشرعيين إن كان بمس أو سحر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. غير أني هنا أستدرك فأقول إن اتخاذ الرقية مهنة لم يكن ثابتا في الإسلام، ولم يثبت عن أحد من الصحابة، ولم يقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن المخلصين الحقيقيين يتهربون من ذلك. لما يشعر من نفسه بورع من ورع في ذلك. أما هؤلاء الذين يعبون خزانات ويقرؤون فيها ويبيعون الجوالين بتلك الدراهم فهؤلاء دجالون، ابتعد عنهم. ومن اتخذ الرقية مهنة فهو مبتدع، لا تذهب إليه. أما من فرغ نفسه فترة لنفع المسلمين دون أن يتخذ ذلك مهنة فلا بأس، ولا يكون داعية للتعلق به، بل عليك أن تحذر كل الحذر من هؤلاء الذين اتخذوها مهنة، فتذهب إلى أي طالب علم أو مسلم تتوسم فيه الخير والصلاح، ولا بأس أن تجعله يرقيك. أما هؤلاء الدجالون وأكلة أموال الناس بالباطل، هؤلاء يجب البعد عنهم والحذر منهم، لأنهم غالبا قد يكونون كهنة متسترين بماذا؟ بالرقية. ثم إنه لم يشرع اتخاذ هذه مهنة، لذلك البعض منهم الآن وصل إلى حال أنه مثلا ينفخ على الناس نفخة واحدة ويقول: خلاص هذه الرقية، هذه العمل الأعمال كلها بدع. ها، قد يقول: إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فما حكم ذلك؟ حكم ذلك إذا كان جعلا بدون مشارطة ودون أن يتخذ مهنة، لحديث أبي سعيد الخدري وإقرار النبي له صلى الله عليه وسلم على أخذ الجعل من أولئك القوم الذين لم يضيفوهم. وأما التوسع في هذا فإنه لم يثبت عن السلف، ولو فهم أحد من السلف ذلك لنقلوه لنا نقلا متواترا. غير أن الناس يبالغون في هذه الأشياء ويتخذونها عيادات، ولذلك يجمع عنده ملايين الجوالين من الزيوت، بدعوى أنه قد قرئ فيها، وربما كما أسلفت أنه يتخذ خزان ماء ويرقي فيه رقية جماعية، وربما استغل ذلك فدجل عليهم. فعلينا أن نحذر، لم يعرف عن السلف أنهم اتخذوا الرقية مهنة، لكن عليك أن تنفع أخاك دون أن تتخذ ذلك مهنة وصنعة تتكسب من ورائها. إلى درس الغد، أستودعكم الله، وأسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.